السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم تحضير هذا الفيديو كدعم مدرسي عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي في مادة الرياضيات. إذا سأقدم في هذا الفيديو درس من دروس الدورة الثانية اللي هو متوازي الأضلاع. إذا سيكون هذا الدرس بمثابة تذكير لما درستموه وأيضا كتكملة لمجموعة من خاصيتي. إذا نمر للتعريف. متوازي الأضلاع هو ماذا؟ هو عبارة على واحد الرباعي يكون فيه حاملا كل ضلعين متقابلين متوازيا. هو عبارة على رباعي بمعنى أن لديه أربعة أضلاع أربعة زوايا، بحيث حاملا كل ضلعين متقابلين متوازيا. إذا عندي هنا واحد متوازي الأضلاع بحيث المستقيم الذي يحمل الضلع أبي متوازي مع المستقيم الذي يحمل الضلع سيدي، بمعنى المستقيمين أبي وسيدي متوازيين. ونفس الشيء المستقيم أدي متوازي مع المستقيم بي سي المتقابل معه. إذا هذا هو التعريف ديال متوازي الأضلاع انطلاقا من اسمه. نمر الآن لمجموعة من خاصيات متوازي الأضلاع وسنبدأ بخاصية القطرين. إذا شنو سنعرفو على متوازي أو لا على قطري متوازي الأضلاع؟ أن قطراه لهما نفس المنتصف. إذا هذه هي الخاصية الأولى اللي هي مباشرة، وتوجد أيضا خاصية عكسية لها تفيد أنه إذا كان واحد الرباعي قطراه لهما نفس المنتصف فإن هذا الرباعي بالتأكيد سيكون متوازي الأضلاع. عندنا متوازي الأضلاع ABCD، عندي القطر الأول هو AC، القطر الثاني هو BD. هاد القطرين هادو يتقاطعان في واحد النقطة سميناها النقطة O، بحيث O هي مركز متوازي الأضلاع وأيضا هي منتصف قطره. نمر الآن لخاصية الأضلاع. الخاصية الأولى كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متقايسان. الخاصية العكسية إذا كان لرباعي كل ضلعين متقابلين متقايسان فإن هذا الرباعي سيكون متوازي الأضلاع. إذا عندنا هنايا رباعي متوازي الأضلاع ABCD بحيث الضلع AB متقايس مع الضلع CD المتقابل معه، والضلع AD متقايس مع الضلع BC المتقابل معه، يعني هذين الضلعين لهما نفس القياس. إذا الخاصية الثالثة كخاصية إضافية، إذا كان عندنا ضلعان متقابلان في واحد الرباعي متقايسان وحاملاهما متوازيان فإنه متوازي الأضلاع. إذا كان عندي واحد الرباعي بحيث الضلع الأول متقايس مع الضلع المقابل له، وأيضا المستقيم الذي يحمل هذين الضلعين متوازيان فإن هذا الرباعي هو عبارة على متوازي الأضلاع بلا ما نهتمو بالضلعين الآخرين. يعني يكفي أن يكون الضلع الأول متقابل مع الضلع الثاني متقايس معه وحاملاهما متوازيان فإن هذا الرباعي سيكون متوازي الأضلاع. إذا خاصية الزوايا. خاصية الأولى المباشرة في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متقايستان، وأيضا لدينا كل زاويتين متتابعتين بمعنى زاوية تتبع زاوية، متكاملتان بمعنى أن مجموع قياسهما يساوي 180 درجة. الخاصية العكسية إذا كانت كل زاويتين متقابلتين في رباعي متقايستان فإنه متوازي الأضلاع. إذا كانت كل زاويتين متتابعتين في رباعي متكاملتان فإنه متوازي الأضلاع. إذا عندنا متوازي الأضلاع بحيث الزاوية التي رأسها أ متقابلة ومتقايسة مع الزاوية التي رأسها سي، ونفس الشيء بالنسبة للزاوية بي والزاوية دي متقابلتان ومتقايستان. ولدينا أيضا الزاوية أ
والزاوية ب متكاملتان. الزاوية ب والزاوية سي أيضا متكاملتان. الزاوية سي والزاوية دي متكاملتان أيضا إلى آخره. إذن آخر فقرة في الدرس هي فقرة المحيط والمساحة. إذن المحيط ديال متوازي الأضلاع هو ماذا؟ هو الطول زائد العرض الكل مضروب في 2. المساحة، مساحة متوازي الأضلاع هي جداء القاعدة والارتفاع الموافق لها. مثلا اختاريت القاعدة السادة، سنضرب قياس القاعدة السادة في ماذا؟ في الارتفاع الموافق لهذه القاعدة. وشنا هو الارتفاع الموافق لهذه القاعدة؟ هو المسقط العمودي للنقطة أ على هذا الضلع الذي اخترناه كقاعدة. وهذا المسافة هذه بطبيعة الحال رمزنا لها بالرمز أش، أو لا أعطيناها واحد العدد معين، واحد القياس معين. إذن S تساوي ب مضروبة في أش. وكتكملة لي هذا الفيديو تمرين تطبيقي، لدينا A و B و C ثلاث نقط غير مستقيمية و A منتصف AC. عندنا A و B و C ثلاث نقط غير مستقيمية، بمعنى أنها لا تنتمي إلى نفس المستقيم. أنشئ دي مماثلة B بالنسبة للنقطة E، ثم أثبت أن هذا الرباعي عبارة على متوازي الأضلاع. إذن سننشئ ثلاث نقط مختلفة لا تنتمي إلى نفس المستقيم، ولا كانت عندنا ثلاث نقط مختلفة راه بطبيعة الحال غادي تشكل لنا واحد مثلث. سنرسم اي منتصف القطعة AC. اي منتصف القطعة AC بمعنى ان المسافة AE تساوي المسافة EC. انشئ دي مماثلة B بالنسبة للنقطة E. اذا هنا شنو عندنا؟ عندنا التماثل المركزي. أين هو المركز ديال هذا التماثل؟ بطبيعة الحال هو النقطة E. إذا سننشئ النقطة D مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة E. إذا هذا الرباعي كما هو واضح راه عبارة على متوازي الأضلاع. إذا أشنو بقى؟ بقى فقط أن نثبت ذلك. إذا باش نبرهنو على أنه بالفعل متوازي الأضلاع، راه كاينة مجموعة من الخاصيات راه يمكن لينا نستعملو. خاصية الأضلاع يمكن لنا أننا نبين على أن كل ضلعين متقابلين متقايسين. يمكن لنا نستعمله أيضا حتى التعريف دياله، كل حاملة كل ضلعين متقابلين متوازيين. يمكن لنا نستعمله أيضا حتى الزوايا. ولكن شنا هي أسهل خاصية يمكن لنا نستعملها؟ هي خاصية العكسية للقطرين. لماذا؟ لأنه تلاحظ على أن النقطة هي منتصف AC حسب المعطيات، وهي أيضا منتصف القطر BD. علاش هي منتصف القطر BD؟ لأن النقطتان B و D متماثلتان بالنسبة للنقطة E. إذن هذه خاصية من خاصية التماثل المركزي. إذن هذا هو الحل. عندنا الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، لأن اي منتصف القطعة AC، دي مماثلة B بالنسبة للنقطة E. إذن اي منتصف القطعة BD. إذن من خلال هذين الاستنتاجين نستنتج أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. والسلام.